أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل تخريج عدد من الدورات التحويلية للطيارين الضباط بسلاح الجو الملكي البحريني. فلدى وصول صاحب المعالي القائد العام إلى موقع الحفل كان في استقباله سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقى قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة ترحيبية بهذه المناسبة رفع فيها أسماء آيات الشكر والعرفان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تفضله برعاية حفل التخريج وعلى الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به سلاح الجو الملكي البحريني من معاليه ما كان له أكبر الأثر في تطوير قدراته وتعزيز كفاءته القتالية والتدريبية. ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين وفي الختام ألقى معاليه كلمة بهذه المناسبة. تحيات وتقدير سيدي صاحب الجلالة على ما تقومون به من عمل وجهد ومرابطة في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. أولا اسمحوا لي أني أخاطب الخريجين أتقدم لهم بالتهنئة والتقدير على صبرهم واشتراكهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الدورات. تمشون على خطى أخوان لكم سبقوكم في هذا المجال وسجلوا تاريخ أبيض في تاريخ سلاح الجو إن كان في العمليات أو في التدريب، ونتمنى أن تمشون على هذا المجال إن شاء الله على هذا الخط حتى تصلون إلى ما وصلوا إليه. أهنيكم بالمشاريع الرئيسية التي تم تخصيصها لسلاح الجو، هو الاستثمار الصحيح في المكان الصحيح إن شاء الله لتحقيق الأمن والسلام لمملكة البحرين ومواطنين مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك. إن شاء الله المناسبات القادمة تكون بعد فيها أخبار إن شاء الله أفضل لسلاح الجو. أيضا إحنا عندنا مفاوضات الآن لمشاريع تطوير قدرات سلاح الجو، والحمد لله أنا شفت سلاح الجو عندما كان في 3 طيارات فقط، واليوم ما بتكلم عن أرقام، تشوفون القدرة الموجودة عندكم إن شاء الله. الله يمكننا إن شاء الله من استغلالها الاستغلال الصحيح. الأخوان طبعا اللي شفتهم اليوم كلهم تقريبا يعني يمثلون شريحة رئيسية من ضباط سلاح الجو، وفي أخوان لكم اليوم موجودين في خطوط القتال من الطيارين، لاحظت أنا بعضهم توهم راجعين من المهام. أقدم لكم الشكر والتقدير على ما تقومون فيه، يعني أحب أؤكد على الدور الكبير اللي تقومون به الآن في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وأراقب نشاطكم وإنجازاتكم، وصلتوا إلى مستوى إن شاء الله احترافي كبير. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.